مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض البلد الذي يبث لحضراتكم على الهواء مباشرة، ونرحب فيه بمشاركاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/rnnews. علينا نطل عليكم من قلب جامعة البتراء للحديث عن مخرجات التعليم في الأردن. وقبل ذلك دعوني أنوه بأنه بناء على ما ورد هذا الأسبوع في نبض البلد المتكامل عادة اليوم لتفعل خطوطها العاملة في المملكة بعد حلقة أمس اللي كان موجود فيها الدكتور أيمن الصمادي والأستاذ إخلاص وتقرير الأمن العام بخصوص أحداث ساحة النخيل، سلم اليوم لنقيب الصحفيين بحضور كل من مدير الأمن العام ووزير الداخلية وناطق رسمي باسم الحكومة، وحمل المسؤولية كاملة لجهاز الأمن العام عن أحداث ساحة النخيل. ومجلس النواب أقر صباح اليوم إلزامية عضوية نقابة المعلمين. واسمحوا لي الآن أن نعود لحديثنا الليلة حول مخرجات التعليم في الأردن، وأرحب بدكتور هيثم حجازي رئيس ديوان الخدمة المدنية، أهلا بك، ودكتور غالب الحراني مدير وحدة القبول أو تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي، أهلا بكما. أهلا وسهلا. مخرجات التعليم في الأردن مسألة يعني معقدة جدا، سوق عمل ممكن محدود، وهناك عدد كبير من الجامعات التي تخرج سنويا أكثر من 30,000 طالب. دكتور هيثم، تحدثنا بداية عن دور ديوان الخدمة المدنية في توظيف خريجي الجامعات الأردنية. شكرا لك. طبعا ديوان الخدمة المدنية يعني هناك مفهوم خاطئ عن دور ديوان الخدمة المدنية في عملية التوظيف. المفهوم الخاطئ عند يعني غالبية الناس أنه ديوان الخدمة المدنية هو الذي يوجد فرص العمل وهو الذي يقوم في عملية التعيين. وحقيقة لابد من التأكيد على أنه ديوان الخدمة المدنية هو جهة منظمة لسوق العمل الحكومي، وهو جهة منظمة لعلاقة العرض والطلب على التعيين في المؤسسات الحكومية، وبالتالي دور ديوان الخدمة المدنية يقتصر على تنظيم هذه الإجراءات، في حين أنه من يقوم بعملية التعيين وبطلب التخصصات وبطلب المرشحين للتعيين هي الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية. القضية الأخرى التي أريد أن أركز عليها هي أن الوظيفة الحكومية ليست هي فرصة العمل الوحيدة المتاحة أمام الخريجين، فهناك فرص العمل في القطاع الخاص، وهناك فرص القيام بالمشاريع الفردية، الفرص موجودة، ولكن يجب علينا أن نبحث عن هذه الفرصة وأن نلتقط. لكن ديوان الخدمة مختص فقط في أمور الخاصة بالحكومة مش هيك؟ نعم في الحكومة. نعم. لكن أيضا إحنا يعني ابتدأنا وبحكي عنها بعد شوي، ابتدأنا في قضية إنه التعاون أيضا مع القطاع الخاص من في مجال تسويق الكفاءات وإلى آخره، بنحكي عنها بعد شوي. طيب. قضية أخرى بس لو سمحت إنه حاليا موجود في مخزون ديوان الخدمة المدنية نحو 225,000 طلب توظيف. 225,000 طلب توظيف موجود لديكم الآن في نعم في ديوان الخدمة المدنية، كله بستنى على الدور، كله بستنى على الدور. لما إحنا أصدرنا الكشف التنافسي في شهر 6 طبعا كان العدد 224,982 استؤنف تقديم الطلبات. هذول من متى الطلبات تاريخهم دكتور؟ عندك من سنوات قديمة، في شيء لنهاية الثمانينات وفي التسعينات وإلى 2011. المهم أنه إحنا عندنا حاليا 225,000 طلب. لازم نعرف حقيقة أخرى مقابل هذا الرقم، أنه عدد الشواغر الحكومية أو عدد المعينين في المؤسسات والوزارات الحكومية سنويا يعني يتراوح بين 7,000 إلى 8,000 وظيفة كحد أقصى. لذلك يعني لابد من الاعتراف أنه في عنا مشكلة، وهذه المشكلة معضلة كبيرة تتعلق بكيفية تأمين فرص عمل لهؤلاء الأفراد اللي طالبين طلبات التوظيف. أيضا بحب أنوه أنه سنويا يقدم إلى ديوان الخدمة المدنية 30,000 طلب كل سنة. الجامعات كل سنة بيزيد 30,000 طلب، يعني كل سنة عنا نقص ب 22,000 وظيفة. كل سنة الجامعات بتخرج يمكن أعتقد بنحو 50,000 أو ما بين 40,000 إلى 50,000، 30,000 منهم بيجوا وبيقدموا الطلبات. فإذا كان السنة نفترض أنه عنا إحنا 225,000 طلب، ضيف عليهم 30,000 فبصير 255,000 طلب، 8,000 تقريبا. وبالتالي احسب أنت كل تخصص من التخصصات شو اللي ممكن أنه يعني يتعين منه. عدد الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية حاليا في الوزارات والمؤسسات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية 186,131، وفي عنا حوالي 11,000 في المؤسسات المستقلة، هذه طبعا بدهم ينضموا لنظام الخدمة المدنية. هذا في عادة الهيكلة، في عادة الهيكلة المشروع المثير للجدل اللي لسه مش عارفين. لا مش مثير يعني للجدل كثير أصلاً. لا ما يتعلق بإعادة الهيكلة هو برنامج أساسا هدف إلى
تصحيح الاختلال والتشوهات الوظيفية الموجودة في مؤسسات الدولة بين يعني المؤسسات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية ولمؤسسات الهيئات المستقلة. في خلل تشوهات في الوظيفية من حيث الإدارة ومن حيث الرواتب. جاء برنامج إعادة الهيكلة حتى أنه يصحح هذا الخلل. البرنامج يعني ماشي في طريقه لكن نتعامل معه بمرونة. صار في توجه أنه التعامل مع كل مؤسسة من المؤسسات، فهم طبيعة عملها، فهم أوضاع موظفيها والتعامل معها بمرونة. البرنامج ماشي. لكن خلينا نحكي حتى لو ضفتوا 11,000 كل مجموع اللي تابعين ديوان الخدمة المدنية يعني يقارب ال 200,000 وعندنا 225,000 اصلا طلب موجود لا يعني تستطيع ان توظفهم ما موجود ما لديكم في الديوان من طلبات واكثر بكثير من ما وظفتوا. فبالتالي بصير في عندك حوالي 500,000 موظف في الحكومة. وين بدنا نجيب لهم وظائف؟ بدك تجيب وظائف. طيب دكتور غالب، الطلبة في الأردن احنا عبواب نتائج ثانوية عامة ومعنا مجموعة من طلاب الجامعات اللي بيستنوا يتخرجوا عشان على امل انه نتخرج ونتوظف. فانتم في وحدة تنسيق القبول للجامعات، شو دوركم هون؟ احنا دورنا وحدة تنسيق القبول الموحد هي وحدة تابعة الى مجلس التعليم العالي، مهمتها الأساسية تنفيذ أسس القبول التي يقرها المجلس سنويا حسب الأعداد التي يقررها المجلس بناء على تنسيب الجامعات. طبعا من خلال حديث الدكتور هيثم أثار قضية ما هي مشكلة التعليم العالي في الأردن، يعني مشكلة ممكن طلابنا بيعانوا من مشكلة لما بدهم يقدموا لتخصصاتهم أو لما يختاروا التخصص لما يدخل على الجامعة. طبعا إحنا كوحدة تنسيق لا نستطيع أن ندعي أنه لدينا دور في هذه القضية، لكن إحنا أخذنا على عاتقنا أنه بنينا موقع إلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد. نعم. اعتبرناها هي قاعدة بيانات شاملة للطالب المقبل على التعليم العالي في الأردن. يعني كثير من الطلاب يلتحق بتخصص لا يعرف ماذا هو هذا التخصص، شو مجالات العمل فيه، بيشتغل ما بيشتغل، ما في تخصصات بيدخل بيطلعوا منها يا سيدي. قضية يعني خليني أحكي لك خبرتي في القبول والتعامل مع الطلاب على مدار 30 سنة في الجامعة الأردنية. نعم. التخصصات سوق العمل عليها متغير، يعني مع سبيل المثال قبل 5 سنين كان الإقبال مطلوب كبير جدا على هندسة الحاسوب وهندسة الكهرباء، كانت الهندسة المدنية والهندسة المعمارية في المؤخرة. قبل 2 سنين انقلبت الآية. فإحنا بنحكي عن سوق عمل الآن بيلتحقوا الطلاب بعد 2 شهر للجامعات، بيلتحقوا بسوق عمل بعد 5 سنوات. سوق العمل بعد 5 سنين لا أحد يستطيع أن يتنبأ فيه. بس ما في قراءات، ما في دراسات، أقلها نعرف نوجه طلابنا، نوجه أبنائنا وين بدهم يروحوا. تفضلت في اذا بنحكي انه مش دور وزاره التعليم العالي انها على الاقل تقدير توجه الطلبه، بتكون فيها تنسيق بينها وبين ديوان الخدمه المدنيه حتى نقدر نوجه الطالب نحو تخصص له سوق عمل على الاقل متاح خلال الفتره اللي قدم فيها طلبه. عدد الجامعات في الاردن بين رسميه وخاصه حوالي 25 جامعه. اللي بيلتحقوا في الجامعات الرسميه سنويا حسب ما اقر مجلس التعليم العالي 30,000. الجامعات الخاصه حوالي 11 جامعة بتقبل كل جامعة بمعدل 1500. فبتحكي يعني انت 50,000 طالب. 50,000 طالب اللي بتخرج منهم بحدود 40,000 سنويا اذا في نسبة تسرب. فبتحكي انت سوق يعني الجامعات لا تخرج لسوق العمل الرسمي فقط، لا تخرج لسوق العمل الرسمي فقط، الرسمي فقط هي بتخرج السوق، هي بتخرج لا سوق بس مش مؤشر سوق العمل مؤشر العام. لكن هي مؤسسات موجودة لا تستطيع الآن، والمجتمع يطلب منك فرص تعليم. فرص تعليم. أنا إحنا وجهنا سؤال عبر الرؤية، هل تؤيد وقف القبول في التخصصات التي لا يوجد لها فرص عمل في السوق الأردني؟ نسبة الإجابة حتى لحظة 80% نعم يؤيد وقف القبول في هذه التخصصات، و20% يرفض وقف القبول في مثل هذه التخصصات. دكتور هيثم، هنا في تخصصات تسمى بتخصصات مشبعة، يعني ما في داعي حد يسجل فيها، ما شاء الله السوق مليان. سيدي الكريم، بس تعقيبا يعني على اللي تفضل فيه الدكتور غالب، تفضلت فيه حضرتك. ديوان الخدمة المدنية التقط فكرة انه ضروري توجيه الطالب نحو دراسة التخصصات المطلوبة، ولذلك قمنا خلال الفترة الماضية يعني خلال الأسبوعين أو 3 أسابيع الأخيرة قمنا بإعداد دراسة إحصائية عن ما هي التخصصات المطلوبة وما هي التخصصات غير المطلوبة لسوق العمل. وضمن هاي المسؤولية اللي احنا يعني اخترنا انه نمشي فيها، سيعقد يوم 31/7 يعني في نهاية هذا الشهر سنعقد لقاء مع
نواب رؤساء جامعات الشؤون الأكاديمية، نعم، مع وزارة التعليم العالي، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، مجلس النقباء، وأيضا مع وزارة العمل، صندوق التنمية والتشغيل. سنعقد حلقة نقاشية حول هذا الموضوع والخروج بتوصيات، نأمل من خلالها أنه نضع توجهات وسياسات عامة للقبول. حاليا في عنا إحنا نستطيع أن نصنف التخصصات، بدناش نفوت بتفصيلات كثيرة، يعني مشبع ومش مشبع وإلى آخره. خلينا نحكي بمعنى آخر، تخصصات مطلوبة وتخصصات غير مطلوبة، نعم، لسوق العمل. رح أعدل لك فقط يعني حاليا بعض التخصصات، ورح أحكي على قضية هامة جدا بتأمل أنه أبنائنا الطلبة يعني ينتبهوا لها جيدا. تفضل. التخصصات المطلوبة طبعا من حملة البكالوريوس وحتى من حملة شهادة الدبلوم على مستوى المملكة كأقاليم شمال وسط جنوب، اللي ما فيش عندنا فيها طلبات توظيف نهائيا، يعني بيجي الواحد ساعتها ممكن مباشرة يتعين، يعني مجرد ما قدم طلبه لديوان يتعين. وحتى وصلنا لمرحلة أنه أعطينا سمحنا للوزارات والمؤسسات تقبل منها، تقبل من... لا تعمل إعلان مفتوح ضمن شروط وآلية أسس التعيين. طيب مثلا على سبيل المثال في عنا التخصص الجغرافيا للذكور، هذا عنا ولا واحد، هذا تخصص مطلوب، يعني في إقليم الجنوب ما في عنا غير 4 طلبات، بإقليم الشمال 17 طلب، بإقليم الوسط 4 طلبات. تاريخ ذكور مطلوب، رياضيات ذكور مطلوب، معلم مجال رياضيات ذكور مطلوب. الجنوب ما فيش غير طلب واحد، بالشمال طلبين، وبالوسط طلب واحد. أحياء ذكور، كيمياء ذكور، فنون جميلة ذكور وإناث، فيزياء ذكور، علوم أرض ذكور، تقنيات حيوية ذكور، علوم عامة ذكور، معلم مجال علوم عامة، علم نفس وإرشاد، معلم مجال اجتماعيات، تربية مهنية ذكور، دبلوم مختبرات صناعية كلية مجتمع، دبلوم حدادة والحام ذكور كلية مجتمع، إحصاء ذكور، يعني ممكن اللي هي الأمور المهنية والتقنية، تمام، اللي يعني السوق يفتقر لها كثيرا. يعني تفاجأ لما بحكي لك أنه معلم مجال اجتماعيات ذكور بإقليم الجنوب ما فيش ولا طلب نهائيا، بإقليم الشمال في عنا طلب واحد، في إقليم الوسط طلب واحد، وفي مجموعة من التخصصات. لكن الشيء اللي بدي أحكيه أنه في تخصص كان مهمل وكان يعتبر تخصص يعني راكد، خلينا نحكي فيش عليه طلب نهائيا، هو تخصص الفندقة. لكن حسب يعني إحصائية، وهذه الإحصائية وصلتني اليوم، سيكون على تخصص الفندقة طلب خلال السنوات القادمة. نحن بحاجة إلى 8700 فرصة عمل في مجال الفندقة، 7500 فرصة عمل، 8700 8700 فرصة عمل ما بين 8 سنوات إلى 10 سنوات خلال السنوات القادمة. قديش بنخرج فندقة بالسنة؟ ما عندي الرقم قديش بنخرج فندقة، ما مش موجود عندي الرقم. يعني ممكن أقول 200 فندقيات في الـ تمام، بس العدد ما زال محدود. نعم. لأنه في عنا هذا الرقم اللي بعطيك إياه 8700 هو فقط لمنطقة البحر الميت، الرقم اللي ذكرته، نعم، فقط الاستثمارات اللي عم بتصير في منطقة البحر الميت وإقامة الفنادق والمنشآت السياحية تتطلب وجود 8700، نعم، تخصص. طيب أنا بدي أسمع من الطلاب الموجودين معنا إذا في حد بحب يشارك، تفضل. السلام عليكم. السلام، مساء الخير، راشدي فرحات، طالب إعلام. دكتور حجازي تحدثت عن، بدي أسألك توقف لو سمحت عشان نقدر يعني نميز. دكتور حجازي تحدثت عن بعض التخصصات اللي موجودة في سوق العمل، نعم، طبعا الطالب للأسف الأردني ما بيعرف ما هي التخصصات اللي ممكن بعد التخرج يجد فرصة عمل، نعم، فبالتالي هل يوجد تنسيق مع الجهات المختصة لتوضيح ما هي التخصصات؟ لأنه أنا عندما دخلت على الإعلام، نعم، اخترت إعلام بناء على رغبتي، لكن وجدت العديد من زملائي دخل الإعلام بدون أي معايير، نعم، بالتالي بنتمنى من الجهات المختصة إنها توضح للطالب الأردني ما هي التخصصات اللي إلها سوق عمل، طبعا. لأن الطالب الأردني اللي بدفع 20,000 بالجامعات الخاصة حتى يتخرج حرام يخرج من جامعة ما يلقى عمل. وشكراً. شكراً لك. في حد بحب يشارك، تفضل. مؤيد الحباشني، طالب إعلام. بدي أتحدث بخصوص دور وزارة التعليم العالي. يعني أنا بدي أوجه السؤال للدكتور غالب، ألا يعتقد إنه وزارة التعليم العالي مقصرة في توجيه الطلاب للتوجه نحو تخصص معين دون غيره؟ نعم. وجهة نظري المتواضعة، أنا بعتقد أنه لماذا لا يكون هناك دور تشاركي بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم؟ الطالب على مقاعد الدراسة في الثانوية العامة، لماذا لا يتم توجيهه نحو تخصص معين؟ وبالتالي عندما ينتهي من الثانوية العامة ويستكمل متطلبات النجاح يتوجه إلى تخصص فعلا هو بناء على رغبته، وبالتالي هو يعرف مصيره بعد الأربع سنوات من التخرج، بعد الدراسة والتخرج، إلى أين سيذهب؟ شكراً.